ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي قال إنه في حال استعاد الاحتلال عددا من أسراه فأن الأمر لا يعد إنجازا ولا يرمم الردع الإسرائيلي الذي كسر. نحن ننتظر رواية المقاومة بهذا الخصوص، ولكن حتى ولو كان هذا صحيحا هذا ليس انتصارا. بعد 8 أشهر يتم تحرير 4 أسرى صهاينة، هذا ليس إنجاز ولا يغطي الخسائر الاستراتيجية التي حققتها معركة طوفان الأقصى بخصوص الاحتلال الصهيوني، والتي تكرست ولن يمحوها أي شيء، لا إطلاق سراح 4 أسرى ولا غيره. وأيضا هذا لم يمحو الخيبة والانكسار والانهزام الذي تعرض له الجيش الصهيوني الذي خسر خسرانا مبينا في الأرواح والجنود في أرواح الجنود والضباط والآليات خلال 8 أشهر.